السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا مبهورين بشات جي بي تي دلوقتي، بقى طلع لنا اوتو جي بي تي. طب اوتو جي بي تي ده ماله؟ اوتو جي بي تي معتمد على شات جي بي تي، لكن في ميزه مش موجوده في شات جي بي تي، الا وهو ان هو اولا مفتوح المصدر، بيستخدم شات جي بي تي لكن هو بيقدر يتصرف ذاتيا مع اقل تدخل بشري. يعني المستخدم عليه ان هو يطلب الواجهه النهائيه وهو النظام بيعمل ذاتيا كل المهام وبيجاوب عليها وينفذها، وبيستخدم بس بيكتفي بالمراقبه، ولو عنده اي تعديل ممكن يعمله. يعني التدخل البشري بتاعه بيكون قليل، كل حاجه فيها اتمته، وهو متصل بشبكه النت وفي ذاكره قصيره طوله الامد، وبيقدر يعمل كل المهام اللي بيعملها شات جي بي تي لان هو معتمد عليه، ولكن هو بينفذ مهام اكثر تعقيدا مع اقل تدخل من المستخدم. يعني يقدر يبني تطبيق كامل من الالف للياء، هو بس المستخدم بيقول له يعني الهدف النهائي المنشود ايه، انا عايز اوصل ليه. ممكن يعمل لك شركه من الصفر، او بيعمل لك بحث معقد اكبر من الشات جي بي تي بيعمله. شات جي بي تي انت بتدي له الحاجه وبتبدا ان انت ايه تناقشه، وتبدا ان انت تطور معاه الفكره لحد ما توصل لبحث قوي. لا، اوتو جي بي تي بيبدا يقوم بالمهمه لوحده مع اقل تدخل منك. شات جي بي تي سهل ان انت تفتحه، مجرد ان انت بتكتب اسم الموقع او الصفحه بتدخل. انما اوتو جي بي تي حتى الان لا، محتاج ان انت تسطب عندك بعض البرمجيات زي البايثون، زي الاوبن اي اي بي اي تي، بعض السوفت وير بتبدا تسطبهم عشان تقدر تشتغل مع اوتو جي بي تي. يعني لسه حتى الان مش متاح غير للناس اللي عندها معلومات في البرمجه، لكن هو مستر اوبن سورس، تقدر ان انت تحمله وتقدر ان انت تعدل عليه. هو مشهور جدا، يعني هتلاقي ناس كتيره حتى في تويتر واخد ناس كتير عماله تعمل له ريتويت، لان هو انبهروا بامكانياته لما استخدموه. بيبدا يديك نتائج افضل اللي احنا كنا متوقعين شات جي بي تي يعمله بعد مثلا كام شهر ولا كده، قدر ان هو يوصل له. فانت تقدر ان انت تتكلم مع نظام اوتو جي بي تي وتطلب منه حاجات هي اصلا ما تعلمهاش، ما تدربش عليها، هو يبدا ان هو يكملها. والتجارب قويه جدا على التويتر، هو مجرد يقول له انت عايز تطبيق شكله ايه يروح يعمله لك، يطلب موقع يعمله لك. طيب اوتو جي بي تي بنستفاد منه ايه؟ ان هو بيقول لنا ان شات جي بي تي ده الخطوه الاولانيه في الذكاء الاصطناعي، الخطوات الجايه هتبقى قفزات، فلازم ان احنا نبدا نتعلم الذكاء الاصطناعي ونتعلم ازاي نستفاد منه وازاي نسخره للشغل بتاعنا، ونعرف ان بيشادي القدرات بس لا ده قريب جدا، هنلاقي قفزات رهيبه جدا فوق ما نتصور. يعني ممكن تقول له اعمل لي قصه، هو يعمل لك قصه من اولها واخرها بالتفاصيل، بالحبكه، بالصور، بكل حاجه.